الشحانية ينطلق شوطنا الرابع عشر والمخصص أيضا لفئة القعدان لسن الإذاع وسن الإمتاع. 6 كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا السن. أبدأ مع البداية، أبدأ مع الصدارة والمقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات، مع المركز الأول الوصول والتقدم من شاهين راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي يتواجد على الصدارة، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات اسعاف يتقدم، سعيد بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبه يتواجد على المركز الثاني. انتقل مباشره مع المركز الثالث والوصول من المركز الثالث مشاهدينا متابعي الكرام، مياس محمد بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما اللي احتل المركز الرابع عزام سعيد بن محمد بن سعيد بن نابت يتواجد على المركز الرابع. انتقل مباشرة مع المركز الخامس، الوصول والتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار، وصل هناك ايضا شاهين سعيد بن صقر بن محمد العامري. هكذا النداء للخمسة المراكز الاولى، ولكن شعارات من خلف المراكز الأولى، شعارات واسماء قوية هنا ترقبوا لها مع الكيلو الأخير. أعود إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول في هذه اللحظات مع المركز الأول. هنا أيضا الوصول والتقدم من شاهين راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي، يقدم لنا شاهين، يقدم لنا هذه الاندفاع. المركز الثاني، وصل إسعاف هنا على ثاني المراكز، يا سعيد بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة يتواجد على المركز الثاني، بينما اللي احتل المركز الثالث يا سلام بدأ يتسلل، بدأ ينتقل من مركز تلو مركز في هذه اللحظات. اللي هو هناك ايضا مياس محمد بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي هنا يتواجد مع المركز الثالث والمركز الرابع في هذه اللحظات. اتابع هناك الغدوم، اتابع الشعارات التي بدأت تتقدم هنا، باحثة عن الناموس، باحثة عن النقطة الذهبية في مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. يتواجد عزام سعيد بن محمد بن سعيد بن نابت على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصول وتقدم من خوف حمود او حمد بن حمود بن عبد الله السعيدي يتواجد في هذا المسار الجميل، بينما الوصول من المركز الخامس في هذه اللحظات. الله يا هذه الشعارات، يا هذه الاسماء الجميله. هنا وصل هنا وتقدم شاهين سعيد بن صقر بن محمد العامري على المركز الخامس، نداء هذه الجوله الثانيه في هذا الفتره الصباحيه. اعود الى البدايه، الى الاندفاع الجميل، الى صدارة هذا الشوط. شاهين ما زال على الصدارة والمقدمة. شاهين يا سلام بشعار راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي يتواجد على الصدارة، ولكن شوفوا اللي تسلل، شوفوا اللي انطلق على الصدارة والمقدمة مع المركز الاول في هذه اللحظات. اسعاف سعيد بن ناصر سعيد بن علي الشيبة يتواجد على المركز الاول في هذه اللحظات، بينما اللي ماخذ زاوية بحاله، زاوية اليمين هنا من الجانب الأيمن، الوصول من مياس محمد بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي على المركز الثاني. اتابع المركز الثالث، الوصول هناك ايضا والتقدم من شاهين راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. هنا استراحة محارب على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع تقدم شاهين سعيد بن صقر بن محمد العامري على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك ايضا اعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، يا سلام القعدان هنا ايضا بدا ان يتسلل القعدان قادمون، يا سلام شوفوا الشعارات التي بدأت تتسلل على الصدارة، ولكن بشار بدأ يبشر بالناموس، بدأ يبشر بالعرض الجميل. سعيد بن ثعيلب بن حاي بن غانم المزروعي هنا وصلوا أهالي الغربية مقدمين لنا بشار في هذا الانطلاق، يبشر بهذا الأداء الجميل، ولكن ثلاثية هنا على الصدارة، ولكن المربع الذهبي
ينضم في هذا الشوط، شوط العمالقة وشوط التحدي والإثارة. أعود إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. البلوشي بدأ يتسلل على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات مع انطلاقة شاهين راشد بن عبد الغادر بن حسن. البلوشي على المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني، هناك الوصول والتقدم من اسعاف سعيد بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة يتواجد في هذه اللحظات. ماذا جديدك في هذا الانطلاق وفي هذا المسار؟ بينما المركز الثالث هناك ايضا اسماء التي بدأت تنضم، الاسماء التي بدأت تنضم، والامور هنا في خطر. بدأت حرارة الشوط ترتفع مع 2 كيلومترات، 2 كيلومترات عن الناموس، ولكن الوصول والتقدم من مياس محمد بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبو. يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين صامد، شاهين صامد، صمود الجبال على الصدارة مع المقدمة. هنا راشد بن عبد الغادر بن حسن البلوشي يقدم لنا سلالة شاهين. المركز الثاني، الوصول من مياس محمد بن علي بن راشد بن سويلم اكتبي. بدأ يتسلل على الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط. المنحنى الأخير، منحنى الحقيقة هنا، المسار، المسار المستقيم نحو الناموس وخط النهاية. الله يا هذه الشعارات، الله يا هذه الشعارات التي بدأت تنضم في هذا الشوط. الصدارة والمقدمة، هناك ايضا اخوف حمد بن حمود بن عبد الله السعيدي يتواجد على الصدارة على المقدمة. اهالي، اهالي السلطنة واهالي الباطنة هنا في هذا الشوط. يا سلام، سلامي على ساحل الباطنة الذين يتواجدون على الصدارة والمقدمة. ولكن ركز هنا، ركز هنا، العمالقة بدوا ينطلقون. الله، 1200، 1200، يلا اللي تريد الناموس من لديه زود فليتقدم على الصدارة والمقدمة. ولكن العابر بدأ يعبر، العابر عبر، العابر إلى بر الناموس. مبارك بن ناصر بن محمد الهاجري، الله يا الهاجري، مع الكيلو الأخير، كيلو الامتحان، كيلو الصعب. هنا أيضا يتواجد العابر مبارك بن ناصر بن محمد الأحباب الهاجري. بينما المركز الثاني هناك أسماء تقدمت، بشار السيف بن حيلة بن حاج بن غانم المزروعي على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، الوصول والتقدم من نجران. هنا حي بن علي بن جابر بن حسين ابو سعاق ايضا يتواجد في هذا الشوط. جولة الاوامر، اشوف الاسماء بدأت تتقدم، والناموس، الناموس، الناموس ما بين هالشعارات. الناموس، يلا يلي يلي تبى الناموس يلا. ولكن الوصول، التقدم من مجد، مجد الدرعي هنا يتواجد على انطلاقه. محمد بن حمد بن حميد بن سالم الدرعي هنا. الله، يا سلام يا سلام على هذا العرض. ولكن اشوف شيء، اشوف مزعل، اشوف مزعل من المراكز الخلفية. نايب بشحان بن خلف ايضا المري يتواجد في هذا. يا سلام يا سلام، مزعل مزعل مزعل، بدأ يزعل الجميع على الصدارة هنا مع المركز الأول. ولكن الدرعي مزعل يتسلل على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. نايف من شحيان بن خلف أيضا يتواجد على الصدارة، مزعل هنا مع هذه الانطلاقة الذي بدأ يداهم مع الأمتار الأخيرة. تهانينا تهانينا، والناموس مع انطلاقة مزعل. المركز الثاني كان من نصيب، هناك مجد محمد بن حمد بن حميد الدرعي. والمركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، بشار سيف بن فعيل بن حاي بن غانم المزروعي، واللي احتل المركز الرابع. لحظات وصول من الباز محمد بن راشد بن مبارك الهاجري. والمركز الخامس، 57، يتواجد هناك ايضا العابر مبارك بن ناصر بن محمد الهاجري، قدم العرض الجميل والتوقيت الزمني ايضا. لحظات الوصول 9 دقائق 39 92 جزء من الثانية. شكرا لمخرجنا المتألق. بينما المركز الثاني 9 دقائق 40 ثانية 39 جزء من الثانية اللي احتل المركز الثاني. بينما ايضا الوصول مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا 9
دقائق 41 72 جزء من الثانية. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا أيضا الوصول أيضا أعزائي المشاهدين، تهانينا والناموس على العموم لجميع الفائزين في هذا المهرجان.